عليكم. اليوم رانا متواجدين في واحد من مواقع نتاع التهيئة نتاع واد الحراش، وللعلم الواد هذا فيه 18 كيلومتر، وكي نحسب ضفتين يعني عندنا 36 كيلومتر نتاع التهيئة. في بعض الأماكن التهيئة تعتبر كبيرة ناحية المساحة، وفي بعض الأماكن فيها بعض بضعة أمتار، أما فيها أظن حوالي 10 مواقع على طول المسار تاع وادي الحراش مثل هذه اللي رانا فيها. والآن رانا متواجدين في الموقع اللي جاي تحت بالتقربة وتحت الطريق الدائري الثاني نتاع الدار البيضاء بن عكنون، هنا يمر طريق السيار، وين هنا نشاهد الطريق الجسر نتاع طريق السيار هذا نتاع الاجتنابي، نشوف التهيئة العمومية، التهيئة نتاع الواد هنايا راهي ثاني مكتملة تقريبا، يعني كل المساحات مبلغة، وكذلك المساحات الخضراء. وعلى حسب ما نشوف يعني التهيئة هذه راهي مكتملة منذ على الأقل عام أو عامين. نشوف المستوى تاع العشب كيفاش راه موجود، ولازم على الدولة الجزائرية أنت هذه المساحات هذه أن تكتملها في أقرب الآجال، وماشي ننتظر حتى يوجد كاع المسار تاع 18 كيلومتر باش نسلمه للاستعمال. لابد أن نسلم الأجزاء اللي انتهيت منها، وهذه جزء هذا منتهي منه، وكذلك لازم نوصله ما يبقاش، لأن الأجزاء هذه في أغلبها هي تعتبر معزولة نوعا ما، فيها بعض المداخل لكن معزولة شوية، لابد من إيصالها للجمهور، تكون في متناول يعني يسهل الولوج إليها، وهي في الحقيقة مواقع رائعة يعني من ناحية إن الإنسان يسترخي فيها ويستراح فيها وتليق يعني لممارسة الرياضة، وفيها ملاعب وألعاب ويعني مليحة يعني للاستراحة، خاصة أن السكان مجاورين هنايا كلهم من سكان المدن، يعني الهور يعني من أماكن للهروب من ضغط المدينة والاكتظاظ نتاع المدينة، نجي لهنا أماكن جميلة جدا. وفيه لازم نزيد تكون مراقبة، تكون حراسة ومراقبة وصيانة للمساحات الخضراء، ويكون فيه يعني يديروا مرافق تاع أماكن للبيع، مقاهي، يديروا يعني أشياء كثيرة قد نقوم فيها في هذه الأماكن. والآن رانا تحت الجسر نتاع طريق السيار الجانب الاستنابي نتاع مدينة الجزائر، اللي يمر من دار البيضاء مطار إلى بن عكنون. هنا متواجدين تحت الجسر، وهذا المساحة يعني الفضاء هذا الموجود تحت الجسر هو كبير جدا، يقدر ندير فيه ملاعب يعني كما كرة السلة، يعني نقدر ندير فيه 20 ملعب تاع كرة السلة، وندير فيه دي باركور نتاع خاص لي باركور نتاع لو سكيت بورينغ هذا، ممكن نديرو دي باركور في هذه المساحات هذه، يعني كاين فضاء ما شاء الله، يعني كحاجة كبيرة شيء كبير. لازم نديرو فضاءات نتاع الترفيه باش الموقع هذا تكون عنده قيمة حضارية وقيمة اجتماعية، يعني لازم المواقع كما هذو تلبي، لازم هذا المواقع نعززها بمرافق، يكون فيها مرافق
وان شاء الله لازم على الجزائر، على يعني على السلطات ان مثل هذه المواقع لازم نهيئها في اقرب الاجال وما نخليهاش عرضه للتلف، وتكون الصيانه كذلك لازم تكون الصيانه. نشوف انا الاشغال هنايا اليوم رانا في يوم عطله يعني ما كاش، ولازم هذه الاماكن المعزوله لازم تكون فيها مداخل ويسهل الولوج اليها باش ما تصبحش مرتع وملجأ للطبقه نتاع يعني الشباب المنحرف، وتولي منطقه تاع انحراف وتاع الفساد. اذا لابد ان تكون عندها قريبه للمواطن، تكون فيها اماكن حراسه، ولازم تتسلم في اقرب الاجال، لان مرافق هذه اذا ما كانش فيها حراسه وصيانه واستعمال سوف تروح تتلف. هنا رانا تحت الجسر، نشوف رانا تحت الجسر، وهذا الفضاء كله كان او تهيأ يعني والمنطقة هذه يعني في المناطق الأخرى اللي كانت قريبة لمدينة الحراش ما فيهاش ريحة، ما فيهاش رائحة نتاع الكريهة ولا نتاع الملوات، لكن هنا شوية، لأن في الواد كاين بعض الحواجز داخل الواد، حجزة الماء هذا ما راش يمشي بكيفية يعني طبيعية، فيه بعض الرائحة من هذا المنطق في هذه المنطقة اللي راني فيها. نشوف الأرضية مليحة، الأرضية يعني نترككم مع الصور والسلام عليكم.